Thank you.
عليك يا دمي الفرعون يا ناس سميرة. بالله اسمعي الشعر اسماعيل. معك 500 بدي اغسل ولازمنا 100 قصة قصة. ايه على عيني. هاي 500. يسلم. اسمعي شعري كتير كتير ظريف. وانا هلا ماني قادرة اسمع شي هلا فايقة. خلص روح انت على دوامك بعدين بقرا حتى وين ما بدك. هدول بالاخير اخوي. امير افتح انت ويانا شوف. استاذ زهير. تعال وياه. لك شو بك انت وياه؟ استاذ زهير. استاذ زهير تفضل. تفضل.
يا عمي يا يلا يا اخو عمي يلا يلا يا عمي يلا حبايبي ان شاء الله يلا 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 شرفوا عمي يلا شرفوا فوت عمي شاي يا استاذ فوت عمي شاي خلصني ما أزوا على حالكم انت وياه؟ ما عاد تخجلوا؟ يعني الحارة ناقصة بلاوي؟ لك قسما بالله هذا غليز تبع الطرطيرة في براسه عال أكثر منك ومنه. شو بده يتعلموا من كل الأولاد؟ آلا ما بشوفوكم عم تعملوا هيك؟ غير الخناق والضرب والعنف؟ ليش ما عم تردوا؟ لك عيب انتوا أخوة. تباوس ولا شوف حاج شو كمان العاب لا عم نزل برنامج مشان العاب لك ماما بهي الطريقه رح تخسر عقلك وعيونك هذا الاختراع اخترعوه مشان واحد يستغله بشي مفيد انا مفيد مع الكمبيوتر كله صار قديم وجد حديث لك هلا ما خلصنا اقساطه طيب انا شو عمي صار متخلف بعدين ما تجيبوا تليفون بالناقص فاتورة يا فهيم مو للحكي مشان الانترنت أيوة يعني فاتورة وكمان 1000 ليرة اشتراك لا فهيم والله ليش مو بابا صحفي بيطلع له تليفون ببلاش بلعلك طفي هالكمبيوتر وقوم اشتري لي شامبو صابون أخوك بالحمام عم يستنى مقمقم حاله يلا العمى على هالقصة انترنت قال استنى لا بطلع من الحمام جايقنا شباب الويل مرحبا شباب استاذ واقي هلا تكرمت ورديت علينا شو بدك لك الله وكيلك ما بدي شيء بس قلت لحالي اذا لك مصلحه نطلع قبل بوقت يعني قبل ما يسكر نادي الصحفيين واعزمك على عشوه مرتبه هلا شايف وشي خرج عشاء وخرج سهرات لك شايف انك بتاخذ راتبك مقشر لا مكافاه ولا مهمه وهدول المحررين الجداد ما صار لهم سنة رجعوا فرزوهم شي على الوزارات وشي على المحافظات وشي لبرا لك لبرا عم تسمع يعني القبض بالدولار عادي ماشي لك شبك ومسترجي تحكي ايه مو شي بطقة اخي لا بطقة ولا شي بعدين شو هي مانك مسترجي انت وغيرك بيعرفوا رأيي بالموضوع لك انت بتقهرني وقت يلي بتحكي هيك شايفني فساد قدامك لك أنا وساكت ماني خالص كيف إذا حكيت تركني بحالي الله يجبر بخاطرك بعدين أنت متضرر مثلي شي أخي بس أنا مو هوايتي لا صير صحفي ولا ساوي اسم أصلا أنا مالي خريج صحفي مثلك أنا خريج أدب عربي حرر لي خبر من هون دقق لي شوية لغة من هون ويا إيدكم بقى شو قلت بلت العزيمة لخلص بشوف تركني اشتغل أبو متى يبكي الله أعلم
تعبي؟ تأخر الوقت ماما. يلا قومي. تأخر بابا ما؟ معلش يا حبيبي، بيكونوا ناطرين شي خبر سهرانين مشانه، أو بيكون المدير مكلفه بشي شغلة. أنتوا لا تستنوا، قوموا ناموا يلا. ماما، أنا ليش ما بشتغل بالصيفات لرفقاتي بالحارة؟ هاي الصيف صار قريب. شو بدك تشتغل؟ شو بيعرفني؟ أي شيء، دهان، بلاط، معمل كاسوس، شو بيعرفني؟ بكير ماما، بكير عليك لسه. هلا أنت اهتم بدراستك ونسالي أي شيء تاني. يلا يلا عنو ماما، يلا حبيبي يلا. أسعار لا، وكل ما حكيت بيقولوا لي المدير العام ما بيستغني عنك. اخي امنا ما بيستغني عني، بجوز يخاف انه اذا طلعت انا يعني تنهار الجريده. اخي طيب شيء مهم على اوروبا، على القاهره، على الامارات، على قطر. يا سيدي مو مشكله، على شيء محافظه، على الحسكة، على الدير، على القامشلي، ولك على محيط المحافظه هون عبس. اخي مسكر عليك، مسكرة، وطوال ما هالرقبة ما رح تنداس، رح تضل مسكرة. لك يا رجل أنا عرفان شلون بتنداس وقلت لأ. لعبة، مستسلم أنت على الأخير منو؟ شوف جياد، أنت أهلك لا حسد يعني، ها يعني داعمينك ومشي حالك، مو مثل حكايتي. طيب وائل، يعني ما كل الناس عم تكتب برا، وأنت قلمك حلو، ما تعمل مثلك مثل غيرك. ما عم تزبط معي. سكرتها يعني خلاص؟ لك مو موضوع سكرتها، الموضوع أنا في كتير شغلات ماني شاطر فيها. تتذكروا هذا ياسين كان بالغرفة جنبي؟ ياسين هذا راعى الخليج، بيشتغل بصحيفة خليجية ومشي حال. إجا على البلد زيارة، بده يساوي ابن أصل يعني، فإجا زارنا على الجريدة. دعيته على فنجان قهوة وقعدت إنه بلكي بيحكي تلحلح مثل الديك الله وكيلك. على هذا رجعت له مقالته، هذا شطبت له اياها، هذا كبيت له اياها بالزباله، وانه يدعيني لاني اكتب مقاله واحده بالشهر عبس. لك انا مستعد اكتب شو ما بده. ايه شو؟ ايه تعدمه، لا هو عرض ولا انا طلبت. وليش لحتى ما تطلب؟ لك يا اخي ليش لحتى ما تطلب؟ ما هذا شغل. لك شو بيعرفني، والله استكبرته. لك انا مطحون بحاجه شغل وما عم اطلب. شرف على الشخصيه. إيه لا هيك صار بدك علاج، سلامة قلبك. مالك Thank you.
اهلين عبو، ليش مستعجل؟ لك علي غليش وساعد فتح؟ شو جايب لنا فيها هاي؟ جايب لها شوية حشاكيل بس زرافة حشاكيل؟ فيها دواء سعلي عنا عنا لا ما فيها سم الكرتلي ما تواخذنا مشان الله اخي غليصها بارك الله فيك عبد الزيد صباح الخير سدي المسا استاذ واي اهلين عبود اهلين وينك لهلا يا ابن الحلال؟ والله شغل يا عمي ابو سعد، شو الشباب سهرانين؟ الكل موجود، هو تفضل يلا يلا لا سهران كنت معزوم على العشاء لهيك بدك تقضي لي اياها كل يوم معزوم وما معزوم والله صارت اليوم هيك بالصدفة ما انت حياتك كلياتها مبنية على الصدفة ايه مثل ما بدك هذا اللي شاطر فيه مثل ما بدك على عيني تكرم عيني لا تصبح الخير بكرة بدي امرق لعند ابي شوي هي الله معي قصدي مشان الاولاد يعني لا انا بدير بالي عليهم لا تكلم صباح الخير أنت من أهله عمي الله عندي الحيوة عندي يعني يلا شاري العام يا طنبور يلا يلا جويزي كتيار كتيار أص تحية جريسي أيوة فور طريبة طريبة يلا عندكم يلا بستوني عندك بستوني وفوق أرنب أضربت أرنب فوقك الأرنب خمسة صابر ما علمت لك صابر علمت لك أنا لك إيه ما علمت لي لك شو ما علمت لي ما علمت لي علمت لك أنا لو علمت علم لا 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 يا سيدي لا 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 مطلوب علمت لي شيء لا لا بهذاك ضع بلا علم المخاتلة تبعك يا بهذاك ضع مطلوب يا عابد لا مين لا يا ابو أنا مين اللي زاد مين اللي زاد هون جت هون جت العاب على اللعبة هاي عمرك شو متسائل يلا العاب شو لعبنا هلا
لا لا بالحيوان انا يعني يلا هون يلا يلا نعم يلا هاكي ها يلا في غير أي قاعدة؟ إن شاء الله خلونا نعرف المان. في طعلك في حدا هيك بيحكي مع أخته الكبيرة؟ بلشوا خلص خلص رح نروح نقبي هنا. سكتي أنتي. قال يا ابو صبي انا اخي عم قلت لي عشقان ما ايوه اخلك ابو عبيد اخ سعدم ها ايه سعدم ايوه وما تقول لي انه مطلع كل اللي قعدته عند هذا الكركم 70 يوم بس ما قلت لك شيء ما قلت لك شيء بعدين بيقول لك مطلع احسن بابا كيف يعني شلون شلون ما بتعرف؟ لا والله كيف؟ يعني شو بدي اقول لك هي تبقى خبره يعني ما في داعي تقعد تعلمها الف با لا با انا قلت هيك كمان انا هيك يعني عبود وين ابو صبي؟ العرس على الرقبه والله كفو يا ابو عبيد كفو انا يعني امورك اموري كلياتها مشكله وظابطه على 24 وقايم قرشين هيك على جنب اي طبعا وين المشكله؟ المشكله لك اللي كسر لي ايدي وظهري هو يا اخي بسام الزفت لكن ما كنت تخلصوا من العين من جهه صاير انه اخي وما فيني فرط فيه ومن جهه تانية طالع لي بقصه السفر ما سفر يا لطيف لوين العزم ان شاء الله شو بيعرفني مدري على الامارات مدري المانيا لا عم على المانيا فرط خبطه ما بعرف حيوان هذا الولد لك من جهة ما فيني اتجوز وهو قاعد معي هون بالبيت وبنفس الوقت ما فيني اقول له سافر وين ما بدك يعني لزقان فيني اخي ايه شو بيعرفني يا روق ابو صبير الله يهدي سركم جاي الحبيب لا حول ولا قوة ميل ميل اخي ابو عبي على راسي خلنا شغلكم ايات يلا بخاطري مع السلامة كله شغل حريم يلا المرة الجاية إن شاء الله غليس المرة الجاية رجالي كل مرة بتجي المرة الجاية الله معك عبابيدو يا فتاح يا علي فكر لي حالك شوفير مترو ولا شوفير طيارة هز حالك شو باقي انت التاني شغل كبر عادة وكروعة ما بتمرو هي بتمرو عملنا خالصة بس هم تمرو شوفها شو ما بتمرو علام تمرو العمى ضرب جوز عيونكم اشو بعمركم ما شفتوا تاكسي فيها زلمة حكومة ولا هذا انت يا ابو بكري راسي يا كهني اي انا يا بكري يا بكري بكري يلا بعد له بعد له بعد له مره بره ماشي تمشي يلا يلا شوف يلا الله يسلمك الله يسلمك عمي روح خلص خلص يلا خلص
يا طال عمره يا طال عمره، والله ما مهضوم، لا هو متجوز ولا هو ما متجوز. كيفك عمو هند؟ مشتاقت لك. كيفك انت؟ طبعا يمكن ضرب الصب الوراني. يلا يلا خلينا نطالع الجد. سنو ايش بك واقفه عندك؟ تعي لهون عزيز، تعي. عمالك هي في عزيز؟ ها في عزيز على مهلك. الله يعطيك العافيه. الله يرحمك. هاي 50 ورقه. قليل هيك استاذ؟ عداتك 49 ورقه وانا شفتهم بعيني. هيك حرك ما حدا بيجي معك على العداد. اشو يا عين عمك، مالك عرفان مين انا؟ مين ما كنت تكون؟ روح يا. ايوه مين ما كان اكون. ان شاء الله اتذكر الجمله هاي. لحظه شو عرفت اي سي؟ عرفت اشو؟ وانا اصبر وحلا. يا مالك قليلة، شوفي لي القطعة هي كثير ظريفة ما شفتها. هي صينية الأولى خميسية. ها القهوة يا عروس. اش شلون شفتي لي هالحوش بصلاة محمد؟ منيح بكفي وزيادة، بس يا الله هيك غب على قلبي كله فوق بعضه. لك اشو كله فوق بعضه انت الرخراخ؟ بكره بتتعودي. يلا ان شاء الله. اهلا وسهلا فيكي بالشام. هي هي الشام؟ قال هي هي الشام. لك الشام كبيرة لك سنه، يعني شقد ما قلت لك كبيرة كبيرة أكتر، يعني قد إدلب على شي 10 مرات. أوف. وكلهم هيك عايشين؟ لك لا كلهم هيك عايشين. أنت التانية في ناس فوق فوق كتير، وفي غيرنا أداء رعبة، يعني نحن هون عايشين بنعيم. وجيران أوادم؟ هون حطنا الجمال. أنت بتعرفي عالاتي شلون يا بنت الحلال، هون ما في حدا آدمي، يعني لو ما نحن الشرطة سهرانين على خدمة المواطن كانت الناس بتاكل بعضها. ايه وشلون يعني تاكل بعضها ما تاكل بعضها؟ ليش ما عندهم ضمير؟ هدول الناس ما بيجوا غير بالخوف، بالعصاية يعني. بدي اياكي تكوني فهماني علي لك سنه. يعني هون مو ضيعة طلعة برات هذا البيت بلاي تشقه وصعب وشاتين وما خرج. إذا ندق الباب مالك علاقة، ما بتفتحي. الباب هون يا سنه دائما بيجي منه الريح. أشو بنعمل يا حزرك؟ بنسده مشان نستريح. طيب يعني وهيك بدنا نعيش؟ لك لا اشو هيك بدنا نعيش. انت الثانية لسه بدي اخذك لعند معارفنا واقربائنا واصدقائنا في الارض. طيب بتاخذني على السينما؟ والله كوني مطيعة باخذك لوين ما بدك. عندك تلفزيون
وعندك راديو وعندك ستلايت وعندك شغل البيت وا 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 إلى آخره. المهم تكوني فهماني علي. هلأ بلشنا الجد، هون مو ضيعة، مفهوم؟ أمرك. الدرس الجاي مو بس خريطة السودان، بدي كمان خريطة أريتريا وخريطة الصومال، مفهوم؟ مفهوم. ولا مفهوم؟ نعم. على الفرصة. مرحبا يا صبايا. أهلي سميرة. شو مالك رايحة؟ لا لسه عندي حصة. لك سميرة ما تنتقلي على مدرسة قريبة من بيتك، بضل هنيك في شواغر. لا ما بدي، عم بستنى غير السكن. هو علينا، من وقت ما عرفتك وانت متمسكة بالموضوع ولسه ناطرة وما يقستي. ما يقست. بعدين بتعرفي بيت أهلي قريب من هون، وأبي صاير وحداني وكبران. أصبح نقلي الأولاد لهون، لسه تاركتيهم هنيك؟ هنيك مؤقت أم تميم، مؤقت. أساساً الحارة هنيك مو مصممة للسكن الدائم. قلتي لي مصممة؟ إيه. بعدين أول عن آخر بدنا ننقل، بدنا نطلع من الحارة، وبيت الجمعية مو كتير بعيد عن هون، يعني ميكرو واحد. يعني هي هي. لك عشو مفكرة، دلال ولا ترف؟ بعدين واحدة مثل حكايتنا، بشو بدها تحلم يعني؟ والله معك حق. أصلاً أكتر من هيك ما رح يطلع لنا. يلا خاطركم. الله معك أنت. عارف 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 دعم يا بسعاد. شو هاد؟ شوية شغلات حريمي وأحلى دزينة جرابات إله. لك عبود الله يرضى. لك يا عمي عندك كومة لحم، روح الله يعينك. الله يرضاك يا عبود على قديتك. بسام يعرف بالموضوع، الله يجبرك عمي ابو عفيف. على علمي انكم شراكة مع بعض. ايه طبعا شراكة، بس هو حاطط براسه السفر. على وين؟ والله ما بعرف، المانيا، برغاليا، الامارات ما بعرف. له حدا يدبره؟ مو هو المشكلة، المشكلة انه نحن ضابين قرشين بدنا نعمر له طابق ثاني ونجوزه. هو بده يبعزقه. ايه طولوا بالكم على بعض، طولوا بالكم. شهادة لله طيبين. بس عصبيين شوي. عصبيين؟ مو بس عصبيين، مجانين كمان. كل واحد منا بس يطلع جنانه ما بيعرف شو بيساوي، بيخبط بيكسر بيلزق، كل القصص بصير مع بعضها. مهم مو هالمشكله. امتى انا اجيب مصاري؟ اليوم قبل بكره. خلص اتكلنا على الله. بس انا انه قايل له لبسام انه رايح اجيب سندويشه وارجع، هلا اذا تاخرت عليه بيعصي. سلام. امرك. شكرا. مع السلامه.
مرحبا بابا. مرحبا. أهلين حبيباتي، جوعانين؟ فطسانين من الجوع. لك على راسي. يلا غيروا تيابكم أنت وأخوك الحوني على المطبخ. ما في مرتديلا. انت مشكلتك انك عصبي. شفت لها شفت لها بنت ابو اسعار حلوه مثل القمر خسي شبهها. انا رايي تشاور حالك، اذا كان عاجبتك حتى روح اخطب لك اياها. ليش انت مين بدك بيناتو؟ انا بدي ساعدها. ايه بس انت طلق. انا عجبتني هيك. ايوه حكيتها ما؟ لا ما حكيتها، بس يعني صار هيك غمز. والله العظيم والله العظيم باسمة احلى. اوعى باسمة ما قال لي بنوبها. اوعى ما بدك انت تناسبك هن. ايش عليك يا فرشتي؟ على كيفك؟ بتناسبك هن بتناسبك هن. لك اخي اسمع مني، انا اكبر منك واعرف منيح بالنسوان، من تطيعه وحده. ايوه من تطيعه وحده. على اساس حضرتك راغب علامه. ما تمسخر. لك شلون ما بديت مسخر؟ شلون ما بديت مسخر؟ ما دامنا هلا ما عرفت تطلع مع سعدها مشوار واحد. ما حلوه؟ لا حلوة حلوة فتنين حلوة المخلوقة حلوة ظريفة. يالك شو حمار. أنا قصدي ما حلوة هيك خبط لزق شال عشرة. يعني أنا حلوة بحقي شوفها لهند. أخي أنا لا بدي هند ولا بدي باسمة. شو على كيفك يعني؟ ولا بدك تنفق بنات حماك على كتافي. هدي هدي بالعقل يا حمار. لا تقول بالعقل لا تقول بالعقل. أنا صحيح أصغر منك بس عندي عقل أفهم منك ومن كل عائلتك. هلا هند حلوة ولا ما حلوة؟ حلوة حلوة كتير. معناتها خلصنا. إيه خلصنا خلصنا. إيه لا ما خلصنا، لأنه يعني أنا يا دوب دبر حالي أطلع على الإمارات. شو بدك أني حط هند على كتافي كمان؟ لك سميرة كتر الشكوى بخليك تصدقي جوزك ما في منه بس حظاته قلال. يا بابا ليكم بالجزيرة بشو أحسن منه وبشو أفهم منه. اليوم الحكي صار إله سوق، حقه مصاري، بيع وشراء، هو معند وراكب راسه. معك حق بابا معك حق، بس هذا طبعه والطبع غلب التطبع. أنا تطبع وأنا طبع يا بابا. شو خسران؟ انه الاواني بالعصر الفاطمي شبهها
من شو بتشكي؟ ما بينكتب عنا مادة لجريدة الحياة أو للشرق الأوسط مثلاً؟ مو ثقافة هي؟ بنص ساعة من أي مرجع بيطلعها؟ ولا 50-60 دولار بيوجعولنا بطننا؟ لا، بس بيوجعولها رأسها لوائل. أوف أوف، يبدو أن الحلول كتير قليلة. رفقاته كلياتهم صاروا فوق الريح. في قماجة بالموني نشروا له كم مادة عن المرأة. شو صار هلأ؟ مستشار بحقوق المرأة وبيقبض بالدولار. لك حاجة يا بابا حاجة، هلا كتيني بسيرة الدولار. جوزك ما بيعرف هالبواب. مو ما بيعرف، ما بده يعرف. عن جد حياتنا صايرة ما بتنطاق. قلي بقلي بقلي. طيب نحن لك ليش درسنا وتعلمنا؟ لشو عشقنا؟ مو أحسن؟ هلأ هيك؟ طيب شو بقدر ساعد؟ شوفه حاكي بلكي بسمع منك بلكي بيتلحلح شوي. أنا بس بدي حسسني إنه هو عم يحاول إنه يحسن وضعنا. يا بابا كل رفقاته صاروا لسه بترجع لرفقاته؟ عم تغاري؟ لا ما عم غار، امبلا عم غار. ايه عم غار. انا وائل احسن منهم كلياتهم، مع ذلك ما في واحد من بيناتهم الا مدبر حاله بشي جريده او مجله برا او بشي فضائيه. ونحنا شو مكانك راوح. لا وفوق هذا بده يعني جيب له بنت. تخيل قال جيب له بنت وين؟ بحارة الفراكيح. هاي لحالة قصة. شايفة كتير مهورة لك بنتي، تركي من ايدك وتعي لعندي. تعي حبيبتي تعي. احكي لي بابا، شو اللي قهرك؟ أنا ضايعة بابا، ضايعة وخايفة لنضيع كلنا أنا وائل والولاد.